اوكي نرجع شوي على خصائص ايش هدول الليفلز اللي عم نشتغل عليهم. ليت سي انه شوي الجراوند فلور مش 1400، ليت سي انه الجراوند فلور تبعنا هو 300 بس عن الستريت ليفل. شو صار معي هون؟ البرزنتيشن تبع الانوتيشن بطل مقروء صح؟ سو لازم يكون في عندي خيار اني انا اقدر ابعدهم شوي عن بعض مع اني انا احافظ على الليفلز بارقامها الفعليه. سو علشان اعمل هيك شو بعمل؟ سو انا راح ارجع 300 وراح اجي اعمل زوم ان واكبس على هاد البريك لاين الموجود عندي هون. فونس كبست عمل لي البريك لللاين، بعمل كليك على هاي البوينت هاي جراب ات اب للمكان المطلوب. مره ثانيه على اد البو بكبس عليها بيعمل لي هذا الفرق بالارقام صح او بالسوري بالخطوط. انا لو عملت كوبي لهاد لتحت 600 لو كانت عندي هاي الحاله صح، امسكت هاد وعملت هيك عملنا بهاي الصوره، بمسك هاد. هلا بيجي دور اللوك اللي حكينا عنه. هذا اللوك حيعطيني ability ان اذا انا بعمل جراب لهدول كلهم مع بعض راح يزيح كل الليفلز بحيث انهم يضلوا كلهم aligned. وهذه هي وظيفة السناب اللي صارت وانا عم برسم الليفل. يعني لما اجيت انا ارسم ليفل حكيت له سنابت من هون لهون، بلاحظ انه لوكت من الجهة هاي لوكت من الجهة هاي. so if I click hold and drag هذه البوينت راح ياخذ لي كل الخطوط وذا سيم على الجهة الثانية. فاذا انا بس هاي لحالها بدي اسحبها لبرا عشان اشيل الاوفرلابنج اللي عم بصير بين الكتابات اللي هون، I'll unlock هذا الليفل. هلا اذا بعمل كليك هولد اند دراج فصفى انا هيك خلصت من مشكله الاوفرلابنج اللي موجوده عندي. او شو بعمل؟ بمسك هاد بحكي له شيل الصحاد فهو لغى الاشاره الموجوده هون، بروح على الجهه الثانيه بعمل تك هون فبيعطيني الليفل الموجود بهاي الصوره. وهون انا بقدر اجي على هاد الليفل واعمل له بريك من جهه معينه، او بقدر هذا الخط لحاله اعمل له انلوك واسحبه لهاد لهاي الجهه. سو بهاي سوري انلوكت بالاول بعدين بسحبه للجهه. طبعا كل هاد بصير حسب الستاندردز اما اللي في الشركه او البيم اكسكيوشن بلان، او حسب انا ايش بريحني اذا لا في لا ستاندردز للشركه ولا بيم اكسكيوشن بلان. سو هذا الشكل انا بفضل، انا بالنسبه لي لو عم بعمله بعمل انلوك بخليه يوصل لهون مثلا فبصفي بهذا الشكل شوي ارتب. سو هيك انا رتبت البيوز والليفلز تبعوني وعرفت انا هدول الاشارات الموجوده. هاي التيك مارك هي لاشاره البابل الموجوده هون، التيك مارك الثاني هي لاشاره البابل اللي على الجهه الثانيه، اللوك شو معناهم. بصفي الثري دي الصغيره هاي علامه الثري دي هاي. طبعا باي ذا واي عشان نروح على الفيو زي ما عم نحكي، لا بعمل دبل كليك على البابل فهو بياخذني على الفيو تمام. هلا اشاره او علامه الثري دي الصغيره الموجوده على الليفل هي اذا بكبس عليها راح تحول لشيء اسمه 2 دي، وإذا بكبس عليها تحول لشيء اسمه 3 دي. ونلاحظ هذه البابل الصغيره الموجوده على الطرف هون شو عم بصير فيها اذا بكبس على 3 دي، لشو تحولت؟ تحولت لبوينت او لدوت صح. هلا هذا ال 3 دي اذا طلعنا على ال 3 دي الموجود عندي هون لما انا كبست عليها شو تحولت؟ ل 2 دي صح. هلا في كونسبت صغير في الريفت، ايش هو ال 3 دي فيرسز 2 دي؟ يعني شو يعني لما يكون الريفت بحكي لي انه هذا الاليمنت 2 دي او هذا الاليمنت 3 دي، هذا الانوتيشن 2 دي ولا هذا التكست 3 دي؟ هلا دائما 2 دي فيرسز 3 دي اللي احنا بنفهمه كانجينيرز وكاركتكتس هو عباره عن ايش؟ عباره عن الاوبجكت او الدروينج ال 2 دي اللي هو بلان سكشن اليفيشن او وات ايفر. هلا في الريفت دخل شوي مفهوم ثاني اللي هو 2 دي الاليمنت اللي ببين بس في الفيو اللي انا موجود حاليا. يعني هذا الليفل هذه البوينت تبعته 2 دي، فاذا انت حركتها فعليا انت بس عملت اكستند لهذا الليفل بس في هاي الاليفيشن، اي اليفيشن ثانيه ما راح تغير فيها مكان هذا الساين. هاي البوينت هي مكان ال 3 دي تبع هذا الليفل، يعني اي اليفيشن او سكشن موازي للايست راح يكون مكان الساين بالنسبه له هو هون موازي لهذا الليفل. فلو رحت انا شوي على الوسط اوكي خليني اعمل هون انا ريفرنس بلين اوكي نعمل هيك. هلا لو جينا على الايست راح الاقي هون الريفرنس بلين. سو هلا اذا فتحت التو ليفل او تو اليفيشنز مع بعض يفترض انه اي تحريك في هدول الموجودين عندي هون شفنا شو اللي صار. هلا ليتس سي انه انا عشان هذا الفيو حاطه في مكان معين على شيت معينه في هذا الليفل انا ما بدي اياه يوصل لهذا المكان، فانا باجي من هون بحكي له اعمل لي اياه بدل 3 دي سوي لي اياه 2 دي. هلا بتطلع هون
إذا أنا جيت على هذا المكان وسحبت هذا الليفل لهون، بلاحظ إنه بس تغير وين؟ في هذا الفيو، في الفيو الثاني ما صار عليه إشي. سو الفكرة في الموضوع إنه 3D إنه هو عم بيصير الإفكت عليه أو ببين أو بنشاف في كل الفيوز، مش بس في فيو واحد. أما إذا صار 2D فاللي بيتغير عليه بيتغير بس في الفيو اللي هو موجود فيه. لاحظ إنه هاي المرة ما تغير على ليفل 11 في الوست إليفيشن أي شيء. الديزاين بيتأثر في what is 2D and what is 3D, what is in this view and what is in the all views أو all the views. تمام؟ أما الانوتيشن فهو الانوتيشن دائما 2D، فهو دائما view specified element، يعني إذا أنا موجود في view معين وعملت عليه annotation أو 2D text فهي بس في هذا الفيو. إذا أنا عملت عليه 2D lines يعني detail lines فهو بس في هذا الفيو. ف let's say إنه إذا أنا جيت بهذا المكان أوكي وعملت detail line اللي رح ناخده later on، بلاحظ إنه موجود وين؟ بس في الفيو اللي أنا كنت فيه.